ستينات وباقي كندمر والحمد لله خدام وبخير وراه ولكن ما فيها لا تقاعد لا شي حاجه ما كاين حتى شي مهنه زوينه ما كاينش شرايطه كناكل الناس وكنفطر الناس الحمد لله بخير وراه خير صحتي بخير اللهم لك الحمد شي انا عندي جوج بيجات جامعين الحمد لله بخير ما كنتش شي مشكل عايشين مع الحباب الحمد لله اللهم لك الحمد انا عايش هنا في 1987 انا في البلاصه ولكن غادرت واحد 30 عام هادي باش غادرت مشيت خدمت انا راجع ليها تاني عند صحابي كنعرفهم كاملين انا ربطت بالها كنعرفها الحمد لله مولي هما اللي لاصيانين كاع ماتوا مساكن قليل انا اللي باقي تنطلع وتفادى في ميتو الناس الكبار اللي كيعرفوها في الصنعه كاع مشاو عند الله قليل اللي باقي فيهم قليل انا باقي الحمد لله كنقدس معاهم الحمد لله والشباب لا الشباب ما يعرفش ليش الشباب ما يعرفش ليش الشباب بغى يدخل للعجينه ويعجن ويخدم مع الناس وينيب بكري مع 6 الصباح ويحل الحانوت ويوكل الناس اللي يتلح... لا لا ما يكون الشباب ما يخدمش انتوما ما حاولتوش ديروا شي جمعيه ديال لا جمعيه اش معنى غادي الجمعيه مشان ضعيف انا غير باش تحافظوا على المهنه ما تمشيش وال من معنى غاديها الناس اللي غادير معاهم شان دوا هاد الشباب ما غاديش ما غاديش يدير معاك حتى شي حاجه ديال الشباب ما الفنيانين ما يخدموش هاد الصناعه يخدموهاش ها هو انت ما حاولتيش ربع عليك دير شي شاب شي واحد عندي انا ولدي عندي ولدي عندي انا جوج وليدات ولد وبنت مزوجين يعني كل واحد كله وشغله وانا بغيت انا نتحرك انا ماشي بغيت نخسني ما ناكل انا كنبغي نتحرك باش نبقى بصحتي انا عندي 64 عام كنبغي نتحرك مع راسي باش نبقى دايما انفور مع راسي والحمد لله ونشوف الحباب ونشوف الجو لا شيء لا شيء لا مشي عند الله نبقى خدام 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 لا مشي عند الله سبحانه وتعالى أعطي ربي وكل ده يعطي مساحتي نخدم مع الحباب يلا خير النهايه.